قسمنا في اف تي ان لابلاس ترانسفورم. طبعا انت بتعرف لابلاس ترانسفورم من ديف 1 لحل الاو دي ايز. الان خلينا نشوف كيف الاو دي ايز. هاي يوصف تي بيساوي يوصف اكس تي تكوين. الان اكس من 0 لانفينيتي وتي من 0 لانفينيتي. يعني ذا دومين از سيمي انفينيت. احنا بنعرف انه باي ديفينشن ذا انتجرال اوف لابلاس ترانسفورم من 0 لانفينيتي. فالان اي كان ترانسفورم ذيس problem with respect to x او with respect to t. يعني ممكن احذف ال x ممكن احذف ال t. خلينا نحذف ال t مثلا. we will take Laplace transform for this problem with respect to t. اذا متذكرين Laplace transform المشتقة الاولى s كان s y capital minus y naught. هاي s هاي u capital اللي هي Laplace transform u small minus the initial condition اللي هي u naught. بتساوي لما اخذ تكامل دي تي ويكون عندي مشتقة بالنسبة لإكس إذا بتكون مشتقة عادية، مشتقة ثانية ليو بالنسبة لإكس. والباوندري كونديشن بتكون يو كابيتال يعني دي أوفر دي إكس اليو كابيتال أوف زيرو لما أحذف التي ناقص يو كابيتال أوف زيرو تساوي زيرو. هي الآن هاي اليو كابيتال هي يو دبل برايم، جبت هاي لهون ماينس يو إس يو بضلها بهذا الطرف ماينس يو. هاي المعادلة سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن وين ذيس كونديشن يو برايم ايكوالز يو. يعني اللي بالتالي هاي الطرف الان الكاركترستيك ايكويشن لهي المعادلة ار سكوير ماينس اس تساوي صفر الجذرين بلس ماينس اس. اذا حل الكومبلمنتري هو سي 1 اي قوة جذر الاس اكس زائد سي 2 اي قوة ماينس جذر الاس اكس. الان نوجد بارتيكولار سوليوشن كون الطرف الايمن هو كونستنت وهو مش احد حلول الهوموجينيوس اخرج البارتيكولار ريزوليوشن كونستنت نوجد يو بارتيكولار برايم صفر واذا المشتق الثاني صفر وبنعوض بالمعادله هون كون صفر ناقص اس في اي تساوي ماينس يو نوت. ايضا ماينس اس اي بيساوي يو نوت فبالتالي اي بيساوي ماينس يو نوت على اس. بنعوض اذا الحل يو جنرال بيساوي يو كومبلمنتري زائد يو بارتيكولار. هاي C1 يقوى جذر S X زائد C2 يقوى ماينس جذر X ماينس U نود على S اللي هو Particular Solution. الآن مشان يكون هذا الحل bounded C1 لازم تكون صفر لأنه as X goes to infinity هذا المقدار بروح للإنفينيتي لأنه لازم we have to require C1 تكون صفر. فبيكون بضل من الحل يقوى جذر C2 يقوى ماينس جذر X ناقص U نود على S. الآن بوجد يو برايم بهاي المقدار بساوي ماينس جذر الاس سي 2 يقوى ماينس جذر الاس اكس وهي مشتقتها صفر. الآن اي ابلاي ذا باوندري كونديشن يو برايم اوف زيرو بتساوي بنعوض هون الصفر بضل ماينس جذر الاس سي 2 لازم تساوي يو الصفر. هاي الكونديشن فبنعوض الصفر في اليو اللي هي هاي من دون السي 1 بكون هون سي 2 ماينس يو نود على اس ومن هون بنطلع قيمة الـ C2 بنعوضها هون فبتطلع عندي يو اوف اكس باخذ يو نود عامل مشترك بتطلع عندي قيمة الاكس بهذا الشكل يو كابيتال اوف اكس. لأن حل المسألة يو سمول اوف اكس تي هو الانفرس هاي الانفرس لليو كابيتال فبتطلع على التيبلز هنا اي ويل نيد اما الكونفوليوشن ثيرم او بارشال فراكشنز و بيطلع معي الحل. طبعا هاي الانفرس لها سهل يو نوت لانه يو نوت كونستنت بالانفرس لها يو نوت وبيطلع المقدار الثاني هذا كومبلمنتري ار فانكشن اوف اكس على 2 جذر تي ماينس كومبلمنتري ار فانكشن جذر تي زائد اكس على 2 جذر تي في اي قوه اكس زائد. يعني مثلا على سبيل المثال بدي الحل عند النقطه مثلا 3 و5 إذا ما عليك تعوض مكان الـ X3 بهذا المقدار ومكان الـ T5 والـ Complementary Error Function Table Function زي الساين والكوساين في كالكوليترز كثير بحسبوها أو بحطها بالتكامل وبحسبها Numerically. الآن كيف ممكن أسألكم؟ سؤال هذا ممكن الواحد إنه يحل هاي الفورمولا وممكن إذا عملنا With Respect to X يكون الفورمولا مختلفة شوية لكن أنتم طفوا على نفس اللي أنا حليت With Respect to تي عبروا لان غيرت هنا كان ثيرد كاين هون سكند كاين يعني الباوندري كونديشن هاي تختلف فما تقدر تطبق على هاي الفورمولا. اذا واجهتوا مشكله بال 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 بال
الانفرس حل المسألة بدلالة الانفرس، يعني بيكون الجواب بدلالة الانفرس. إذا واجهتوا مشكلة ما طلع معكم انفرس من التيبلز.